مناحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي انطى توجيهات في البداية أن يتم التعامل مع الطبقات الفقيرة والحشد الشعبي وضحايا العمليات الإرهابية بأسعار تصل إلى سعر الكلفة أولا، وللمعدمين بأسعار مجانية تماما تتبناها العتبة الحسينية لتركيب الأطراف لهم بغض النظر عن نوع الطرف، وإنما الطرف المناسب لهم حتى إذا كان سعره غالي.